سلمى، يعني اجى شهر رمضان الكريم واجت معه الاجواء الحلوه، ومن ضمن هاي الاجواء الحلوه اكيد الزينه يلي بتكون خلال شهر رمضان الكريم، وبتتميز بطابع خاص من وجود الفوانيس وغيرها من المواضيع. اليوم رح نحكي عن زينه رمضان، معنا اكيد مصممه الاشغال اليدويه مريم كربوج. يسعد صباحك واهلا وسهلا. يسعد صباحك. صباح الخير مريم، ورمضان كريم عليك. علينا وعليك. يعني كل سنة هيك بتجيبي لنا مجموعة جديدة بأشكال جديدة وحلوة ومتميزة. خلينا نحكي عن مجموعة السنة وشو الجديد اللي عملتي. هلأ كل سنة بيكون في شيء جديد أكيد، وخصوصي هلأ صاير سنتين كتير درجة الموضة زينة رمضان أكثر من الأول يعني بكتير. هلأ في عنا الفوانيس، هو أكيد شيء أساسي برمضان، يعني بمجرد ما علقنا الفانوس يعني إجا رمضان، فعنا الفوانيس هي شيء أساسي بتكون بشهر رمضان. بالإضافة إنه في عنا الإضاءة اللي هي بتكون أشكال النجوم والقمر والعبايات، أكيد تمام، فهي دول الأشياء الأساسية فينا نعتبرها بزينة شهر رمضان. أكيد. يعني مريم نحن حكينا من شوي ثقافة يمكن التزيين صايرة جديدة يمكن بالمنازل إذا بدنا نقول. خلينا نحكي شوي عن بعض الشغلات اللي جايبتي لنا إياها اليوم، اللي ممكن نحن نساعد سيدات البيوت كيف ممكن نحن نقدم هدايا إذا بدنا، أو حتى نزين بيتنا. خلينا نبلش من الطربوش اللي فيه شغلات طيبة. هلا الطربوش هو شيء الجديد اللي عم يكون الأشياء الجديدة من زينة شهر رمضان، ممكن نحن نحط فيه ضيافة، ممكن نحط فيه مسابح، يعني طريقة حلوة تقديم في شيء جديد فينا نقول. في عنا غير الأطباق الضيافة فينا نقول التمرية، وهدول القصص النقاريش رمضان إحنا منحطها بالعادة، عم تكون حتى الصحون في إلها علاقة بشهر رمضان، يعني عم يكون كل شيء مزين، عم يكون كل شيء مناسب لهذا الشهر الكريم. في عنا هلا بالنسبة للهدايا، طبعا فينا نقول نحن دائما إنه الهدية حسب الشخص هو شو بيحب، بس هدية شهر رمضان فيها شيء خاص، يعني لازم يكون فيها القرآن، فينا نقول فيها طقم الصلاة، المسبحة، ممكن نحط نحن ضيافة فيها التمرية، الحلو، العصير، يعني هدول القصص هي كلها حسب الشخص شو بيحب، ويكون إلى حتى الديزاين تبعيتها إنه بدل على شهر رمضان. بدل على شهر رمضان، يعني قصص حلوة بأشكال حلوة. من أول ما حطينا هاي وأنا يعني خلتني أشتهي، صح لو حصاين بس خلتني أشتهي إنه أكل. قد يمكن اليوم الشكل بيلعب دور لما نحن بنقدم شيء، يعني هلا شايفين شيء كمان فيني أقول على الموضة، يعني أنت أخذتي قماش السنة كان كتير رائج اللي هو المخمل. أكيد. واللون كمان، نحكي شوي عن هاي التفاصيل. هلا دائما بقولوا لك العين إلى حقه، يعني أنت بتكون أي شيء بس تكون مزينتي بطريقة حلوة وعطيتيه حقه لحالة بيعطي جمالية للقصة. فبما أنه المخمل كانت موضة هالسنة كتير والألوان هي الفرفحية، فينا نقول ألوان الصيف بما أنه فتنا هلا راح يروح بيجي بده، فأنا حلوين يكونوا على الضيافة. هلا فينا هذا الصحن فينا نحط فيه ضيافه، فينا نحط فيه قران، يعني فينا نستعمله كذا شغله يعني، ومنه بيعطي كثير جماليه. طيب مريم رح نحكي شوي عن موضوع، احنا حكينا الاشكال هي بتكون ثابته، يمكن اللونيه اللي بتختاريها هي في لون معين ولا لا، حسب كل ديكور حسب كل بيت، ولا في الوان هيك دائما بتكون طاغيه اكثر بشهر رمضان الكريم؟ لا هلا ما في لون معين، هلا بترجع نحن وقت بنقدم الهديه حسب الشخص شو بيحب اللون. ممكن نحن نلبق مثلا الهديه على ديكور البيت، يعني مثل هذا الصحن فينا نحن بما انه بنحط بالبيت فحسب ديكور البيت شو الوانه كله بيلعب دور، بس ما في لون اساس فينا نحطه. بس انا كثير بحب الذهبي هو لانه بيعطي كثير فخامه باللون، فبحسه كثير حلو انه نضيفه بأي تنسيقة أن يكون في لمسة لون ذهبي. بس بترجع كل شخص شو بيحب اللون هي شيء أساسي فيها. يعني هلأ شايفين هاي يمكن اللي فيها خليني أقول الواحد ممكن ياخدها تنسيقة وهو رايح على بيت برمضان، يعني بده هيك يقول للعالم رمضان كريم. فأنت مزينة مثلا قنينة عصير، مزينة هيك زينة أكل. خلينا نحكي عن هاي الشغلة كمان، الواحد يمكن ما بتروح من عن باله أنه مثلا ما أنه ملحق يشتري مثلا علبة شوكولا أو يشتري شيء حلو، فأنه هيك شيء بسيط ممكن يقدمه بس بهالطريقة الحلوة. هلا معروف نحن اذا واحد معزوم عن حدا بشهر رمضان فلازم يكون
ياخذ معه ضيافه، ياخذ حلو ما يفوت ايده فاضي. فحلو نحن وقت نقدم هديه تضل ذكرى عند العالم، نقدمها بطريقه كثير مميزه، ما تكون مثلا شيء عادي، يعني شيء بقول متعوبه عليه نوعا ما. فحلو نحن وقت ناخذ لمسات شهر رمضان نزين حتى بابسط الشيء، يعني نحن نطلع نصير بس حتى نال الطول علبه الحلو زيناها بطريقه مرتبه، سوينا ستاند حطينا عليه الهلال لحاله بيعطيكي هيك كابريه في نقول الموضوع، وشيء حلو شيء جديد. يعني مريم خلينا نحكي كمان على الستاند اللي موجود قدامنا، كيف هيك ركبتي مع بعض؟ احنا شايفين يمكن مسبحه، في طربوش، وفي هلال، وفي العلبه الموزايك. تمام، هلا علبه الموزايك فيها قران، المسبحه الهلال بقلبه تمريه فينا نقول، حتى الطربوش بقلبه امر الدين. يعني فينا نقول احنا قدمنا ضيافه بطريقه شيء كثير حلو، شيء بناسب مع العصر، وحتى هدول القصص بتضل عند العالم، يعني ما فينا نقول انه هي بتنكب، لا فينا نحن نستخدمها ببقيه الاعياد او نخليها للسنه الجايه لرمضان الثاني. يعني فشيء حلو انه نقدم شيء جديد بطريقه بحبوها العالم، يعني العالم كثير بتحب انه تبهر الشيء الخارجي اكثر. فنحن باشياء كثير بسيطه عم نقدم تنسيقه او هديه كثير مرتبه. اكيد يعني دائما بنقول العين بتاخذ حقها، يعني أكيد. اذا الواحد هيك دخل مثل ما بيقولوا دخله هيك مرتبه بيلفت النظر. هلا هي يمكن الميزه فيهم مثل ما قلتي انه هن بيضلوا، يعني الواحد ممكن بس يخلص رمضان يحتفظ فيها كقطعه صمديه بقلب البيت يرجع يستخدمها هو حتى. ولكن خلينا نحكي عن اذا انا بدي اعمل مثل هالشيء بالبيت بقدر ساوي شيء مناسب، او كيف انت عم تعطي افكار لتساعدي الناس؟ يعني نعرف على صفحتك بتعطي افكار للناس ممكن تساعديهم، يعرضوا عليك شيء تقولي لهم اعملوا هيك او ساووا هيك. هلا ما في شيء بالنهايه ما بصير، وبالنهايه انا عم ساوي كمان بالبيت. فهي ما بدها هالامر كثير صعب، يعني انه بس الواحد يختار يعرف شو بده، يختار الشيء بيناسب ديكور بيته. الاشياء البسيطه يعني كثير حلو البساطه، انه نحن هلا عم نشوف في عنا شيء اساسي صار هلا بهالسنتين اللي هي الطاوله الرمضانيه اللي عم تكون بالبيت، اللي نحن عم نزينها ومنحط فيها كثير قصص، الضيافه، القران، التمريه، الفوانيس، الهلال. فحلو نحن نساويها بطريقه ما نعجق، دائما هي ما نعجق ونحط فيها كل شيء. يعني فحلو انه يعني اي ست بيت او اي حدا قادر انه ينسق شيء مرتب يناسب ذوقه، هذا اهم شيء، لانه كل شخص له ذوق معين، فكل حدا قادر يعمل هذا الشيء. ومثل ما قلنا انه هدول القصص بتضل لبعدين، يعني ممكن هذا البوكس نحن بس نقمنا الاغراض ممكن نحط فيه الورد، تمام، ويضل مثلا بكردور البيت عاطي ديزاين للبيت. فحلو نحن لو نعمل شغله نستفاد فيها لبعدين، انه نحن مو بس هلا نستفاد، لا نحن عم نعمل شيء كمان لبعدين انه ما ينكب هالغرض بالاخير. مريم خلينا نحكي شوي عن الافكار، انت منين بتستمديها كل مره؟ ويا ترى لما يجي عندك شخص بيقول لك بدي زينه رمضان، اكيد في هيك افكار غريبه او شوي حسيتيها كانت مميزه السنه طلبت منك واشتغلتيها خلال هلا رمضان؟ الافكار هي بتجي حسب الموضة كل سنه، يعني احنا بنعرف انه كل سنه عم يكون في شيء جديد، السوشيال ميديا حتى شيء بيكون من برا انت فيكي تاخذيه هذا الموديل وتقدر تطبقيه على ارض الواقع. فهدول القصص كتير حلوين. هلا الاشياء اللي كان كتير مطلوبه بهذا الشهر رمضان اللي هن الطربيش، اللي هو شيء معروف الطربوش عنا، بس انه حلو نحط فيه ضيافه، حلو نستفاد منه. التمريات اللي عم تكون على شكل هلال، احنا مثل ما عم نشوف هون انه في عنا نوعين عم يكونوا، ممكن يكون ستاند وممكن يكون كعلبه، هدول كانوا اكثر شيء كانوا مطلوبين لهالسنه. اكيد يمكن في قدامك كمان اللي هي الطربوش على شكل، خلينا نقول شيء للتقديم، فينا نشوفه؟ تفضلي. راح اخذه، تفضلي. هلا هو الطربوش وبقلبه الضيافه حاطين فيه تمر، فانه حلو بضل يعني، وعطي ديزاين كثير حلو للبيت. كمان استخدمتي اللون، خلينا نقول مو اللون، قصدي القماش اللي هو المخمر، هو المخمر اللي هو حتى موضع هلا. طيب خليني احكي شوي معك على طريقه تفصيلهم، هل انت بتعتمدي القطعه تكون جاهزه كلها ولا لا انت في شيء انت بتجيبيه بتعمليه بايدك بتنسقيه بنفسك؟ هلا في اشياء بتكون جاهزه وفي اشياء بدها تصميم. يعني انا وقت بختار مثلا بدي اعمل هالهديه، فانا اول شيء بدي اختار لك كيف بده يكون الستاند شكل. او البوكس او كيف انا بدي اقدم البوكس. يعني احنا عم نشوف انه هون في عنا بوكس على شكل بيت، هون عم يكون ستاند عادي. فاول شيء الديزاين الخارجي اللي عم يكون هذا اكيد انا برسمه تمام ومنفصله بعدين.
الهدايا بتكون على حسب الاشخاص الشخص. شو هو بيحب يضيف، انه كل شخص بيحب شيء يضيف شيء مميز، شيء ما بيكون خاطر على بالي انا اصلا. يعني انا بستغرب انه في كتير احيانا ما بيكون خاطر على بالي انه انا اضيف هذا الموضوع. يعني هن بيساعدوني وانا بساعدهم بتنسيق الهدايا. في قصص بتكون جاهزة نحن منجيبها، القصص اللي نحن ما فينا نجيبها جاهزة تمام فنحن منفصلها، حتى تكون حتى الأغراض الهدية موسوعين على بقلب البيت على البوكس، يعني على قد حجمهم، ما يكون مثلا البوكس لا كبير ولا يكون صغير، يكون نحن حاطين الهدايا على حسب حجم البوكس اللي عنا اياه. اكيد مريم، يعني قبل ما نختم فقرتنا، كيف ممكن نوجه نصائح للمشاهدين يلي حابب ياخذ هديه واسا ما اخذ هديته لشهر رمضان المبارك؟ هلا النصائح، اول شيء بما انه كثير درجه انه الطاوله الرمضانيه، فاحلى شيء انه نحن ما نعجق تمام، يعني ما نحط هلال هون وهلال هون وهلال هون، نحن فينا نحط كتير قصص بالطاولة الرمضانية بدون ما نعجقه، هذا أهم شيء. تكون عنا الديكورات بتناسب البيت، يعني احنا ننتبه على القصة انه تناسب المكان احنا عاملين فيه كألوان كتنسيق، هدول أهم شيء انه ينتبهوا عليه، هون في تفاصيل بتروح على العالم، فانه هاي الألوان هي أهم شيء، تكون مناسبة ديكور البيت وما نعجقه، هذا أحلى شيء. أكيد، يعني حتى الألوان يمكن مريم مثل ما شايفين هنيك في الأسود والذهبي، يعني كمان تنسيق الألوان كتير مهم، يعني ممكن الواحد يكون بيحب كذا لون يحس حاله عجقة فجأة أنه حط كذا لون، قد ايه يمكن تنصحي على أنه يكون لون واحد بكل تنسيقة أو ألوان متجانسة مع بعض؟ هلا أنا بصراحة ما بحب يكون لون واحد، يعني أنا يعني بحب دخل لونين ثلاثة ماكسيموم أنه دخل كتنسيق أو متناسقين مع بعض، بس يكون الألوان متناسقة، يعني أنه شيء يلبق مع بعضه، يعني أنه حلو مثلا الموف مع الزهر بيطلعوا حلوين مع بعض، بس ما فينا ندخل لون ما له مناسب لإنه في الألوان بتكون حسب درجاتها، بعدين بترجع على حسب الأشخاص، في ناس بتحب الألوان الغريبة، هلا مثل أنا بحب إنه دخل مثلا الموف مع الأصفر بحسه كتير حلو، كتير حلو، إيه بس في عالم لا بتحب الشيء التقليدي، يعني اللون مثلا الأسود والذهبي مثلا، فينا نقول فهي بترجع على حسب الأشخاص إنه شو بيحبوا الألوان كيف أزواءهم، هي كلها بترجع لهم لإلهم. يعني أكيد مريم، يعني أفكار كتير ضوينا عليها وأفكار جديدة إذا بدنا نقول، يمكن نحن ضلينا بالطقوس الرمضانية الفانوس الطربوش الهلال، ولكن شفناها يمكن بحلة جديدة. شكرا كتير لك مريم كربوش مصممة الأشغال اليدوية. شكرا لكم ورمضان كريم عليكم يا رب. شكرا لك مريم، وهيك أطفيتي لمسة حلوة على صباحنا لليوم، شكرا لك.